بسم الله الرحمن الرحيم. أول طاس عندنا اليوم أو أول تيتوريال عندنا اليوم هو حل مشكل جوجل إيرث برو في بعض الدول كالمغرب، الذي عند فتح جوجل إيرث برو يعني يعطينا شاشة سوداء من دون فتح البرنامج، وهذا راجع لأن الدولة أو بعض الدول كدولة المغرب أو الجزائر ممكن أو تونس أو بعض الدول العربية غير مسموح لها أن تشتغل بهذا البرنامج، يعني نجد أن الصورة سوداء. إذن ما هو الحل؟ الحل يكون في هذا البرنامج بسيبون، هذا البرنامج أو بعض البرامج المشابهة له. ماذا تفعل هذه البرامج؟ تقوم بتبديل أو تحويل الإيبي الخاص بالحاسوب. كما تلاحظون هنا سيبون يتصل عن طريق الاتصال، هو كونيكتي متصل الآن سيبون. تفتح هذه النافذة التي تعطينا أن الإيبي تغير. إذن كما تلاحظون الاي بي اصبح مغير، الدوله لوكيشن هانغاي. إذن فهذا البرنامج قام بتغيير الاي بي الخاص بهذا الحاسوب. إذن بعد فتح سيبون والاتصال بدوله اخرى التي مسموح بها الشغال ببرنامج جوجل إيرث برو، سنقوم الآن بفتح جوجل إيرث برو على بركة الله. إذن ماذا تلاحظون؟ تلاحظون أن البرنامج قد فتح بعد أن قام هذا البرنامج بسيبون ثلاثة تغيير الاي بي الخاص بنا. كما تلاحظون ها نحن في دولة المغرب والبرنامج يشتغل بشكل عادي. ممكن مثلا ان نذهب لاي مدينة شئنا، مثلا مدينة إفران المغربية فإن هذا البرنامج الآن مشتغل بشكل عادي برغم من أنه ممنوع أن يشتغل عندنا في المدينة، ولكن بهذا الحل البسيط جدا ممكن لنا أن نشتغل به. كما تلاحظون ها هي الإحداثيات تظهر هنا مع الارتفاع، هنا مثلا في هذه النقطة 1650 تقريبا متر، ها هو الارتفاع هنا إليفاسيون أو بيان إليفيشن، ها هو الارتفاع هنا. إذن فالبرنامج يشتغل بشكل عالي، كما يمكننا أن نستعمل جميع الخصائص الخاصة به، ونعود مع هذا البرنامج في فيديوهات أخرى إن شاء الله. هكذا تنتهي هذا الدرس أو هذا التيتوريال الخاص ببرنامج جوجل إيرث، ولنا إن شاء الله موعد مع هذا البرنامج في حلقات أخرى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.